نيابة عن الأخ رئيس المجلس المتواجد حاليا في مهمة رسمية خارج البلاد، الاستجواب الموجه من الأخوة المقدم من الأخوة النواب الأخ محمد الدلال والأخ رياض العدساني والأخ الدكتور عادل الدمخي، الموجه إلى الأخ معالي وزير الإعلام ووزير الشباب، والذي يتكون من 4 محاور، وقد تم إدراج الاستجواب في الجلسة القادمة المنعقدة يوم الثلاثاء القادم تاريخ 30/4 إعمالا لنص المادة 135 من اللائحة الداخلية. ولعدم مضي 8 أيام فيحق للوزير أن يطلب التأجيل ويجاب إلى طلبه. وكما يعلم الجميع بأن الاستجواب عبارة عن سؤال مغلظ، والوزير صاحب اليد النظيفة الواثق من خطواته لا يجزع من الاستجواب، بل قد يكون الاستجواب فرصة له لإبراز الدور الذي قام فيه من تطوير وعمل ومحاربته للفساد. والحمد لله نحن في الكويت نتمتع بالديمقراطية والحرية التامة، وهذه نعمة ولله الحمد.